امبارح عقد السيد ابراهيم الكفراوي وهو عضو مجلس الاداره الذي تم تكليفه من قبل المجلس في الاجتماع الاخير بالاشراف على الجهاز التنفيذي للنادي الاهلي، طبعا اجتمع مع مدير الادارات من النادي الاهلي وقيادات الافرع المختلفه الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وتناول هذا الاجتماع مناقشه سير العمل فيما يتعلق بالشق الاداري والتاكيد على المتابعه المستمره لملف الخدمات مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومه العمل داخل النادي خلال المرحله المقبله. كمان بحث السيد الكفراوي مع مدير الأفرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي السلبيات في كافة القطاعات الخدمية والرياضية، وأكد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل بالنادي الأهلي وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب.